ده صحتك. الحمد لله، والله خير الحمد لله رب العالمين. يعني هارد لك النهارده نقطه للنادي الاهلي ونقطتين فقدهم، لكن انا شايف انه ده طبيعي ومنطقي وعادي يا كابتن سيد. لا طبعا فيما يخص الامور الفنيه او النتيجه او الاداء ده وارد جدا في كره القدم، ممكن ما تبقاش في حالتك المنتظره او المعهوده او او المعتاده، يعني بقالك فتره عليها كمستوى كويس وأداء متميز، فوارد جدا في الكوره، ومش ده حالنا بس، ده حال كره القدم عندنا زي الدنيا يعني. كل يوم بيبقى فيها، ممكن يبقى فيها جديد، ده وارد جدا يعني. ممكن ما يبقاش اليوم بتاعنا كمباراه وتكسب، او العكس يعني، ممكن لا قدر كنت تطلع خسران النهارده تمام، وممكن تتعادل تعادل، وده اللي حصل يعني. فالمباراه بتتقفل يعني بكل بكل ما فيها يعني، سواء كانت مكسب او خساره او فوز، ده بتقلبها دراما، مكسب او خساره او تعادل يعني، لا بتقلبها دراما ولا بتقلبها تراجيدي ولا بتقلبها كمان يعني بشكل كوميدي، جميل بتعديها وتدخل اللي بعديها. كابتن سيد، عندي خبر ان حضرتك وقعت عقوبه ماليه على حسام عاشور، صحة هذا الكلام؟ بص، عايزين نفصل بس يا كابتن. أيوة. بين حاجتين، اتفضل. حاجتين مهمين جدا بس عشان الناس ما تتاخدش في حته، وبعدين نبدا نتكلم في اجزاء كده ما لهاش علاقه بالواقع خالص. تمام. اللي حصل النهارده في اللقاء ما فيهوش اي تعدي لفظي خالص على الحكم باي سباب، او اللي قدر الله فيها تجاوز. صحيح. ده صحيح. في شخصه او ده صحيح، أو وانا قلت ده في بدايه الحلقه. نعم. بالعكس يعني، انا عايز اكد بس على حضرتك يعني كابتن شوبير، يعني كابتن حسام البدري يعني، حتى لم احنا انا يعني احنا ما شفناش اي، ما سمعناش اي حاجه خالص منه. صحيح. الحكم بقى قال ان دي بصه مش عجباني، وبصه ما تفرقش، كنت بقبلها زمان بقيت دلوقتي ما اقبلهاش، دي بتاعت قراره خلاص، قراره وخده. تمام. اتفق عليه نختلف عليه. تمام. يعني نحترمه في النهايه، نقارن بين مواقف سابقه ولا حاجه بتاعته. تمام. لكن حتى كابتن حسام البدري بعد الطرد مباشره، لو حضرتك عندك الماتيريال ولا حاجه تاكده او تنفي كلامي، ما فيش اي كلمه اتقالت ولا حتى تصرف، ولا قعدنا نص ساعه نحوش ما بين الاثنين، ما فيش حاجه. قلت الكلام ده، قلت الكلام ده في المقدمه. نعم. طيب كويس. الراجل خبط وراح طالع بره بمنتهى الهدوء، ما فيش اي حاجه خالص. فاذا هو تصرف الحكم شاف ان هو يستوجب الطرد، نختلف نتفق. جميل. يعني بالبصة في القانون مش في القانون. نعم. انت كنت بتقبلها قبل كده، ناس كانت بتعمل معاك حاجه وانت كنت بتعديها، كان زمان طيب دلوقتي بقت مش بتاعتك خلاص، قبلناها وطرد. يبقى حاله كابتن حسام البدري خلاص، حاله انت كحكم عملتها تقديريه من عندك وطردته، مفيش مشكله خلاص تمام، لكن مفيش اي تجاوز لا قدر الله ولا سمح الله في حق الحكم خالص. يبقى موضوع حسام عاشور. حسام عاشور يمكن احنا ما شفناهاش في الملعب خالص، بس انا لما شفتها في التلفزيون حسام سلم عليه جامد شويه تمام، بس برضه ما ينفعش يعني، ما ينفعش ان انت تعملها كده بالشكل ده، بس يعني باللي هو ممكن يعني يبقى برضه الحكم يدي لك على اثارها طرد مباشر تمام، وده حصل النهارده مع حسام عاشور. بس برضه حسام عاشور نفسه ما قالش للحكم يعني كلام انت ابني وابني وابني، لا قدر الله ما حصلش مننا خالص تمام، لكن احنا في النادي الاهلي ما تنفعش دي. نعم. حتى لو الحكم يعني كان بيسلم عليه ايده كده، هي جت كده ظروف الماتش بعد الماتش واحداثه بعد عصبيته، ما ينفعش تمام. ده بس توضيح للامر. هايل. عشان الناس ما تتوقعش هايل في مكانه. نعم. ما تتوقعش في مكانه كده يعني، مش بتاعتنا. كلام جميل. احنا مش فيها تمام. كلام. لا احنا عايزين نظلم ولا عايزين نظلم تمام. نعم. لا احنا عايزين نظلم ولا عايزين نظلم، بالعكس. نعم. احنا انت في الاخر خدت قراراتك كحكم، حكم للقاء، صح غلط بتاعتك خلاص تمام. جميل. احنا بقى الناس تحتار، انت ما كنتش بتعمل كده في الاول، الناس مش عارف دي بتاعت الناس بقى، حكم وقراره. نعم. تمام. حلو قوي. طيب خلينا نقفل ملف الانتاج الحربي تمام كده. افتح معاك.